وحنسبهم كارجع حساب تعليه وركون ترتما واحد كنت ترتمتان قول يقلن أنك ترتما لكن قري يقول دان يان لقو ترتمين قري يقول دان السوقات بيت كان قلبه كي يقول دان إلى هنا إن لقو ترتمين أي هل لقو ترتما أون يعني قول واحد الذي أون هل لقو ترتما أفكم لير أيام كأذ لو برتينا هل يريو لسان كقول كاد وهذا هل لسان حشمة إسلامية هكل ده هناتو أو يعني نقول ندق كي قالوا سي قالوا إسكو عيان سي قالوا يا إيران يا نقول قف كإسلام كإسلام كأفريو إنه حتى كل كوا هذلا يحشمة يشوا أو احترام يشوا أو واحد دوره تانو وين فريا لما قالوا أيام تلاسين أن أني هل كان كسو جيدين مدو حويان ما ير وما تو مقيا هالليلة عنده أه محمد موجي بارك الله فيه وين بارك هيسن والنظام كي محمد حاشا الله ونحرسه والدقي آل يا آل كتلة بصدر المجال هذا وحوين يعني وضع وحن سو جايين لها فرين تيجي كل يوم يجاري هدو مقيا هدو جوجا ويجاري إنه يلا هذا أضيع عربات بقى وحجري لبني بقى مخادس كل حق بصدي مركزا قب 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 ميسس كيري يا أخي يا لا تكسر يا الناس لا تكسروا من السامان ورب ميسس كان نجج جبين البوري إذا كان إنتهى وحن كعسان لها ونيلو يلا هذا والمكان هذا حد عاصمة دي أذيع دي بنا هي ترتمى لكن عاصمة ده ما أقولي قف قري يقول قردان سوق عتمه أقولي إنه يلا هذا ما يركب بربرادني وجوعي مل ولا بنا حكاية طيب كبربرادنا هاي يلا هذا كبر ما لما أنت تبي إن سلا إن سلا وضي هذا ما ده حوينا ترى نسوي جيدين وحن نسوي جيدين يا ترى الوحي تاني النبي الله تعالى محمد والله الضوطي أو بالطريق الإلهام وبالطريق الوحي لبده بوحلو شيء جيو أيو إلى هاي وشاورهم في الأمر ضد كأمورها لا تشاور ما ده حوينا حكوس وجدي ما يا من سلام الله دورتي ومسلم عيات هاي ضد كوشعب جاجي ضد كشعب جاجا بالشغل أضراف تاعي ككوابن تاعي ضد كأولم وذا جاري ميس لكن واحد لا تشتا كو وجوه الرئيس علماء الدين كلا تشو أو واحد له هذا محل تلاقي كوسين إنسان رماه كل بويحي عدوني يسأله كورتسان أما يجوه حي أي حياة أقول يهنك وين لا تشو رجل السفراء الحين جري السياسي له الدولة قا صو مري أما ما ملا أذى قبل كهاجة هريه يجا النفط هذا لا تشو رجل جن عسلت هذا إيه وين إيه ودن كينا ركن يطير كأو هو اللوجيه رجل وين أنا هبل إيه هبل أنا ما أنت أولين بجيله أو شركة هذا جن عسلاه أو نك يبغى لقيا أبغى طبعا كن أوقف إنه أما كا شغال يسيو أما مصروفه أما أكرمه دكتور هذا كقريب قران مساجد هذا كقريب قران ودوين كذا قريب قلان رجع يجي نفته وذا لا تشو هوجان رقميتك هوجان رقميتي أنا لا تشو كل كلا بن نوع لقرب يابو لبوا قف ده ومجيده لكن لبن نوع بانو جيده لبن نوع هلا تشنين وار إنه جوك عيا وار ريه بلا يا ريه بلا أي كله إيه أرجع كل واقع يا كاو حبه ويديني كاو حبه دول كي جمع يالان له أنا وحبه دول كي جمع يالان كانوا حبه ويدين أنا لبوا شخصي ومجيده نبى واحد يجي بري حبين بعد الدليل مركز هذه اللي نبي الوحيد اللي بره الاسكي ما دليل نلوم باقي اللي واري هذا وار محيط وكسر سرنا ونقول وار نخصو كايدون المقدمة وار نك قبته ونبلي بو ونقول هل كان بكبودي سكون هذا له هذا القادم مركز نك قاضي اللي يأورنا يا شيخ يقدر كعدا يعني يقول يجي اللي أورنا ياي يسقي يجي ثا لكن الله بدار نور ولا من مفسدين أوي كلا محيط هذي يا ره بلاي ما ترى نقول كعياي أنت ولد منو إياك هلا أنا بقول خبري كم يعلن إنه وانا لا إله وار إلهي كيا بالا إله ما ضوارة تبا لا إله ما ضوارة تعالى إله أدوك هل كان ما أنت الله مريا لا بد أن يحبه ويدين وحن ضرب دافتة أرجع كوده حيرنا أنتي هي ذه اللي بتقولي هذا ضرب كل اللي أذو أذيب تاعي أذيب ثيرك تاعي كل اللي والجوس أوه دونا وحل قرن دونا أذيب درس اللي ويتاع يلا صاحرا أدنى ولا كوب من أنت الشرع جابه كوفة كوفة صحية إنا ترى هذا ورا ذي جو قلبي ما ينقصي داية لكن كل كهرباء هي بدت دورني ما ظهر الله أركي وعربت إلى أذنكم أمهان إذا لم يكن ملك ذاهبة فدعه فدولته ذاهبة لنك بقرك هدو هيبت يهرا وعيو لقع بسهم وعيو دولة ذاسي ويسعطي مركها وإن دلقاتك بضان أنت بضان أرماع إنكاس أن لو دلقات مدبان شعب قديب وقصر نقول يا شعب يو نبت قليل ذاين ويلاشن وذلك إنسان سوريا ودامدي قارب وكمد أها إسكو في اللانشاها لن والبا هذا هو قطعي هذا عنصر تهاي هذا لون والبتة قاربة هاي ما أنت أنا محجبة ذوقي وأكو سوقي ذي مساجد ال كقر في سنة وضمري واحد ذكر عنده ولا 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 أقوله واحد أكتهين أو كله أنذ حسوسيا مثل هذا ذي سوق قاضية حسن بن علي بن أبي طالب
ayaa yiri dagaalkan muxuu ka dhacayaa buu Iraq iyo Shaam oo dhan ay isku kaceeno soo madaxnimada ma aha anaba u daayay Muawiyo ha qabsaday buu Muawiyo uga haray Aamul Jamaa'a baa leeyahay Uthman bin Affan kulkii ay ku kaceen fawradii Masar iyo Kuufa iyo Basra ka soo kacay maxay doonayaan buu adiga in ku diyaan bay doonayaan baa leeyahay hay dilaan iska soo daayay buu halkii bay ku dileen wax la yaabo kala raacinaya siyaad barso madaxweyni Soomaaliya ugu dambeeyay ma ahayn ee dabaabadihii sawaariikhdii gantaaladii haystay kolkii in dhalinyartii hawiyo halkaa kaga soo qayliyeenay ha 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 ilaahdeen taw uu buu yiraahdo halkaa gadi iyo Nigeria afar dhigay mid baan idin sheegaya madaxweynaha maanta joogaayay Xasan bin Cali noqon maayo oran maayo waa heerow kaale adigu qabo adan kugu wadeeyay laga filayay sidii sayis Cusmaan inuu yiraahdo halay dilay iska soo waxa doontaa aniga lay dooliya miyaha war qortay ga gooy taana looga ma fadhiyo inaanima taqaanaad u garan ugtahay baa leeyahay sidii siyaad barana laga ma filayo inuu ilaahdo daba gale iyo nuux taani ciidamada ay soo diyaariyo halka xaraf iyo xarshin afka u dhigo taana looga ma fadhiyo mar haday sidaa tahay walaalayaal oo walaalayaal waxaan leeyahay doorashadii waa sala garateen baa leeyahay walaalayaal wadanka nabadiisa laatay aan ka soo horjeedsano waxa la wixii waddanka burburay nin dhalinyaro ama aan dhowta wixii ugu yiri Sheekh Cabdullaahi aduun ma nabad oo baad oran buur ha in yar baan ku tusaaleyn baari adeer aniga iguma ay dhicin baan laakiin waan u soo joogay bal waxaad ka warantaa baan hooyada iyo aabaha oo cad ah gabadhaadii oo ilaa 8 caruur leh iyadoo umul ah ama fool ah oo isbitaalka in loo qaado rabto oo waa la qaxayaa la yiri bal sidee kuula eegtahay baan markaasii wallahi waa mushkilad arrimaha uu baan hadaba leenahay wax nabad oo hayna wax weyn islaanta wadatada ee suuqa fadhida bacadlaha kaariyoona wax ku riicaya nashaadka masaajidada ka taagan ee maanta inamada kulkaad aragtaa oran kareyso waman yucadhim sha'a'ir allahi fa innaha min taqwal qulub aad oran kareyso wax allah waxaas oo dhanba nabadgelyo darla ay kala daadinaysa marka waxaan leeyahay hadalkii waa badiyay ducadii sheekhiyada ku ducaynaya allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina allahumma atina nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha ya arhamar rahimin anigu wax wanaaji un baan lahaa haddii ay meel ka dhacan sameeyey daada nafteeda lagu dulqaataa oo la ilaawo adigu hore 48 joogo waa la dulqaataay cidii aan meel kaga dhacay way dulqaadani in uruuda ilaa islaax mastadactu wa ma tawfiqi illa billah wa salaam.